ويصفر حكم الدولي محمد المرزوق معلنا انتهاء المباراة بفوز فريق نادي النصر وحصوله على كأس حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل المفدى للموسم الرياضي 93-94. تنتهي بفوز النصر ببطولة الدوري العام وحصوله على كأس الفيصل المعظم. أعزائي المشاهدين، وفي هذه اللحظة يتقدم إلى المنصة الملكية طاقم التحكيم المكون من الحكم الدولي محمد المرزوق والحكم الدولي غازي كيال والحكم فهد الدهمش، ومن خلفهم أفراد فريق نادي النصر ثم أفراد فريق النادي الأهلي بجدة. يتقدم الآن كابتن فريق نادي النصر اللاعب سعد الجوهر ويتسلم من يد الفيصل الكريمة كأسه الذهبية، حيث فاز هذا العام بالدوري. ثم يتسلم أفراد فريق نادي النصر الميداليات الذهبية من يد جلالة الرائد فيصل ابن عبد العزيز حفظه الله. والفرحة على محياهم وعلى وجوههم حيث حصلوا على بطولة الدوري العام والكأس الذهبية لجلالة الفيصل المعظم. وفي هذه اللحظة أيها الإخوة يغادر